السلام عليكم بنات قديري، لاباس عليكم؟ كديري مع الصحه؟ كنتمنى انكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله فيديو جديد، روتين جديد، يوميه جديده باذن الله. اليوم غادي يكون اليوم نهار الجمعه، غادي نجي عندي ماما وغادي ندير كسكسو ان شاء الله، غادي ندير كسكسو بالتفايه. المهم خليكم معايا باش تدوزوا معايا هذا النهار كامل كيف غادي يدوز، ونهاركم مبروك. انا يلا جبت هاد الدجاجه من الثلاجه حتى البارح بالليل، غادي نخليكم دابا تشوفوا معايا الفيديو ديال البارح كيفاش، شنو التوابل اللي رقدت فيهم، ونرجع معكم ان شاء الله. انا دابا غادي نوريكم غادي نرقد الدجاج اليوم في الليل والغد عاد باش غادي نطيبو. المهم انا عندي هنا دجاجه متوسطه، غادي ندير فيها شويه ديال مروزيه الدجاج. ما عندكمش بلاش، ولكن غير المروزيه كتعطي مذاق زوين. شويه ديال خرقوم بلدي، سكنجبير، هاد العطريه نفسها هي اللي غادي ندير في البرمه ان شاء الله غدا، غير ما غاديش ندير المروزيه. غادي ندير واحد الضامه ديال الزعفران، حيت هاد الكسكسو هذا غادي يكون ان شاء الله بالتفايه، داكشي علاش كنديروا ليه هاد التوابل هادي. اما الا ما كنتوش غديروا بالتفايه ديروه عادي بلا هاد الضامه وبلا المروزيه. نزيد البزار، والملح، غادي نزيد شويه ديال السمن حتى نديرو في البرمه ان شاء الله غدا، وغادي نزيد شويه الماء فاش ندير هاد التوابل. صافي غادي نحاول نلبس هاد الدجاجه كامله في هذيك التوابل، ندخلو ما بين الجلده واللحم، هكا كيجينا بنين الدجاج. صافي غادي نغطي بالبلاستيك الغذائي ونخبيه في الثلاجه، غير في الثلاجه ما نديروهش في المجمد، الا اللي كنتو غتخليه واحد يومين اولا 3 ايام ديك الساعه ديروه في المجمد. غادي نبداو على بركه الله. هنا حطيت البرمه ديالي، غادي ندير خليط ما بين زيت الزيتون والزيت العادي، غادي نزيد واحد البصله اللي قطعتها، بصله متوسطه هانتوما، غادي نزيد الدجاجه ها هي، وهاد البانيو اللي غادي نروي به هذا اللي بقى ليا فيه العطريه ديال البارح، غادي نزيد شويه ديال السكنجبير، شويه الخرقوم بلدي، وشويه البزار. غادي نزيد الملح حتى هي، صافي دابا من بعد ما تقلات مزيان كدير واحد الربيطه ديال الربيع، غادي ندير زيت الماء هنا وغادي نروي. غادي نزيد عويدات ديال القرفه لوفون بحال هكا باش يعطيو النسمه. غادي نضيف الحمص اللي مرقد، انا كنديرو في المجمد كنديرو هنا، تما حتى جيتو كنديرو مباشره. كندير الحمص في الاول حيت كيشد شويه ديال الطياب، داكشي علاش كنديرو في الاول باش نخليه يطيب على خاطرو. هانتوما البنات انا راه وجدت كلشي، ها هي الخضره قطعتها، هنا غير واحد الخضره ديال الطاجين حتى هي زدتها، درت البصله قطعتها بحال هكا شرائح طوال،
ايوا صافي دابا غادي ندوز نوجد الكسكسو. عندي كيلو ديال الكسكسو. بالنسبه للكسكسو انا كندير فيه الماء كثير وكنخليه يشرب هادي في الاول كان كندير الزيت الاول. انا رجعت معكم البنات من بعد ما طابت الدجاجه حيدتها وزدت شويه الماء حسب لي الماء نقص. دابا غادي نرمي الخيزو. غادي ندير ليا واحد القهيوه. غير بغيت نقول لكم عشينا بغيت نقول لكم البنات البارح قلت لكم هنا درت الحليب وهنا القهوه. بزاف التعاليق جاوني قالوا لي لا راه خطير كيتفرقع الا درتي فيه الحليب، من الافضل انكم تتفاداو هذيك الطريقه حيت قال لك كتلصق هنا هذيك الكشكوشه ديال الحليب كتلصق هنا وكتخنق كيتفرقع هذا الكوكوت كتفرقع، من الافضل تتفاداوها. غير بغيت ندير لكم باش نقولها لكم حتى نتوما. غادي يبان لكم تشمع بحال هكا غير ديروا بين ايديكم كيتحل شفتوا. غادي ندوز دابا نوجد التفايه. انا درت البصله غادي ندير فيها شويه ديال الزيت العادي شويه ديال الخرقوم بلدي وشويه ديال سكنجبير. غادي نزيد شويه البزار شويه القرفه شويه الملحه. غادي نزيد شويه ديال السمن نتوما ودابا صافي غادي نديرها فوق البوطو وكنحرك نحرك حتى كتدبل البصله. الفوره الاولى وجدات ها هي حتى هي غادي نخوي عليها الماء. الاولى والثانيه الاولى كندير فيها الماء كثير، الثانيه ما كنكثرش فيها الماء، والثالثه ما كنديرش فيها الماء نهائيا كندير فيها غير الزيت والملحه. صافي غادي نحلها بحال هكا ونخليها تنشف شويه تشرب هذاك الماء ونعاود ندير الفوره الثانيه. هانتوما البنات من بعد ما دبلات البصله ها هي شتو راه هبطات كامله هبطات. غادي ندير ليها واحد معلقه كبيره ديال الزبده وغادا ندير واحد جوج معالق كبار ديال السكر اولا العسل اللي عندكم. ندير غير السكر انا في الفوره الثالثه حيدتها درت هنا الكرار ديتها تطيب. هاد البصله راه باقا كتعسل صلعت البيض. ايوا هنا هذه الفوره الاخرى غادي نحركها واحد شويه وغادي ندير زيت الزيتون والملحه. غادي ندير شويه الملحه وغادي ندير زيت الزيتون. غادي دغيا ندير واحد كيكه عاديه. درت ربعه البيضات صغار اولا ثلاثه كبار اللي عندكم. انا درت ربعه صغار غادي نزيد عليهم قبيصه ديال الملحه. غادي نزيد فاني غادي نزيد كاس ديال السكر كاس العنبه ونطحن كلشي مزيان. غادي نزيد واحد كاس ديال الزيت نفس الكاس اللي عبرت به وكاس ديال الحليب. الى عندكم ياغورت ديروه، ما عندكمش ديروا الحليب. غادي نزيد واحد معلقه صغيره ديال الخل. هنا خديت واحد البانيو غادي نخوي فيه الخليط بسم الله. غادي نزيد
جوج ساشيات ديال الخمارات، جوج خمارات زعما كل وحده فيها 8 غرام، يعني غادي نحتاج 16 غرام. وغادي نزيد تقريبا جوج كيسان ونص ديال الدقيق. دابا غادي ندير الزبيب اللي رقدته في الماء، غادي نزيدو على هاد التفايه. الزبيب راه وصيتها ماما في التليفون تجيبو ليا، ها هي جات. بلاتي انا غندير الزبيب ونوريها لكم. يلا باغا نقول شو صاحبيني، غادي ننكر قلت في خاطري صاحبتيني غادي ننكر. لا انا تعرفت انك جبتي الزبيب ما كانش عندي. ها هي ماما راه حطيت الدجاجه باطيه الدجاجه ما تمشي. انا غنهرب ولا ندخل داك الباركون سد عليا ونسرح رجلي. لا خاصها تحمر بعدا. لا رد عليكم، انا بغيتها. ما بغيتيهاش محمرة؟ لا صافي بغيتها بحال بصحة وراحة. انا نرد لهم العظام. تحية للبنات، كي داير لاباس عليكم؟ شخباركم؟ بخير. انا نخاف نديها وتبعوني كاملين. اللهم نخليها ما كاين. راه كنا تبعوه. اش معنا؟ السلام عليكم. السلام عليكم، كيدايرين؟ بخير لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. تحياتي لكم. وصافي هذا ما كان. وانا كنت غنخطب الدجاج اختكم تبعوني. شو هادي مسكينة في مشات كنعطيوها تمارة مسكينة. شتي دغيا هزات. قلت لها واش كاين شي حاجة ما نديرو زعما نعاونو. قالت لي بغيت تدوز واحد التجفيفة هنا في الدار. شفافة سيدي بسم الله. هي تقول لها، قالت لها انا غنمشي نجففها الباركو باش يبرد صاحبي. شنو الباركو بوحدو بغات هي تبرد باش تقابل. ودابا شاف دي تزيد الكاميرا دغيا حطات يدها. شنو قلتي لي عندك تحرقي الكاميرا؟ زعما بغات تبيع ما كندير والو وهي كتشقى هي حارقة بغات تبيع يدها. لا 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 عرفناك حيت كاع عرفناك عرفناك. ها هو الكسكسو درت ليه الفوره الثالثه صافي غادي نبدا دابا نسكي ان شاء الله. بسم الله. انا دابا حطيت الدجاج من بعد ما تحمر، حمرته غير شويه وغادي نحط التفايه. غادي نحط بحال هكا كل شويه في قنت. غادي نزين بالنص ديال البيضه. غادي نرش شويه ديال اللوز ايفيلي محمر، غادي نرشوه فوق التفايه. قالت لي هون شنو باغا تزواق ولا باغا ناكل؟ قالت شو بحال جالسين في شي جامع. مخيمين بالعكس، مخيمين لكن ما احسن منهم. ايوا هذا هو الصالون ديالك. شوف طبيعتك. صالون بلدي. 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 شوف طبيعتك. صالون بلدي. بلدي. يا البكري هذه هي اللي كانت فينا. ها الزربيه فيني الزربيه؟ مع الزربيه. ها كسبتها سميت معايا الزربيه. انا الزربيه مزوقه كاع. لا لا ما مزوقتش. ايوا صافي غادي نخليكم دابا تنطلقوا ان شاء الله في البوتين. بصحتكم. الله يعطيك الصحة. ياك ما الحاج بغيتي تبان. صافي ما انتش كاع باغي يبان. ايوا راه تسببتوا ليه في المشاكل ولا لا؟ لا 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 هادشي ماشي عيب هادشي. يا الله الله يعاون. يلا تهلاو تسعت ناكلو. هانتوما البنات انا كنت باغا ندير لهم بوتي وجيت اتاي وداك الشيء الساعه ما بغاوش. انا هي الكيكه اللي طيبت فاطمه تقطع الراجل ما واحد من داك الشيء بلاتي انا اللي غندوق الكيكه. لا راك نلقى راجلك ماشي لك. لا كبر كبر حتى انا غندوق. ها انتما هي كيكه كيكه ليلى. شو شو شتي هانتوما فش فشا
انتما كنت كيف قلت طيبت بغيت نطيب اليوم اتاي وجدت كل شيء وموجوده حتى المسمن ولكن دوماج ما بغاوش انتما راح تبغاو غير القهوه انا طيبت اليوم هنا القهوه يلاه شربوها طيبت اليوم هذا البرق فيه القهوه ماما راه مبليه بالقهوه ما اتاي ما عندهاش معاه بزاف روتين مجرسل هما دابا مشاو ها عزيز بط عندهم ما طموبيلتهم غاديين ماما ماما سلامة باي 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 هاي جابت مخدة وبغادة بيها ما سخاتش بيها ولكن المانطا خليتها لا لا المانطا خليتها المانطا خليتها لي المانطا فك ايوا مساكن عندكم باس الله يحسن العوان وشي اما راه ما بعدش بزاف راه شي 10 دقائق دغيا يوصلوا